مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أكرم توفيق القدمي، المدير العام للعلاقات العامة والتعاون الدولي بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومختطف أيضا مختطف سابق لدى الميليشيات الحوثية. السلام عليكم، أهلا بك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. حياك الله أستاذ أكرم. أسمعك نعم. بداية، كيف تنظر إلى جريمة الإخفاء القسري والتعذيب الشديد والمعاملة السيئة والتهديدات اللي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق الزملاء الصحفيين المختطفين حاليا لديها؟ وهل هناك إجراءات قانونية يمكن اتباعها في هذه الحالة، كأن مثلا يرفع أهل الصحفيين قضايا أمام المحاكم المحلية أو العالمية أو أي من الإجراءات؟ في البدء أكرر ما قاله الصحفي المفرج عنه المختطف حسن عناب، لا غرابة، هكذا حكم العصابة، لا يعول على حركة تمرد مسلحة. كان معنا الأستاذ عصام بالغيث. أو بالوضوح، هل تسمعني؟ أسمعك، تفضل. كما تحدث، لا يعول على عصابة، على حركة تمرد مسلحة، أن تنفع وتنخلط للضغوطات الدولية أو للقوانين الإنسانية التي ينادي بها الجميع. نحن اليوم نتعامل مع كيان متطرف، مع كيان إرهابي لا يؤمن بقضية الإنسان، يقوم باختطاف كافة النشطاء الاقتصاديين، نشطاء اجتماعيين، إعلاميين، قام بالتنكيل بكل من لا يوافق الفكرة التي يحملها، ويعد هؤلاء من الخصوم الذين يجب أن يخضعوا لهذا التنكيل، ويجب أن يتعرضوا لأقصى أنواع العقوبات. أخي الكريم، نحن اليوم إذا تحدثنا بواقعية وبإنصاف، يجب علينا أن نتخذ خطوات جادة وضارطة لإنقاذ زملائنا الذين لا يزالون أو يترنحون تحت وطأة ما هي هذه الخطوات؟ ما هي هذه الخطوات أستاذ أكرم؟ تتمثل بأمرين ولا ثالث لهما. على لجنة الأسرى أن تعمل في إطار إطلاقهم بالتبادل، كون الميليشيات الحوثية للأسف تتعامل مع كافة المعتقلين والمخفيين والمخطفين لديها باعتبارهم حرب، أسرى حرب. نعم. هذه حقائق، وهذا أمر واقع لا نستطيع أن نتجاهل. عن هذا الواقع، ما تم إطلاقه في المرحلة السابقة تم بناء على ضغط حقيقي، وصنفوا باعتبارهم أسرى حرب وأطلقوا وفق هذا النهج. لذلك أردنا أن نقوم بإطلاق بقية الزملاء لكي نخلصهم من هذا التنفيذ ومن هذا العذاب ومن هذه المأساة المستمرة لست سنوات. ينبغي علينا أن نتحرك في الوسائل المتاحة، لأن هذه الجماعة لن تعترف ولن تؤمن ولن ترضخ لأي ضغوط دولية أو أممية. نعم. طيب أستاذ كريم، هناك منادى لي، كما تحدث قبل قليل للزميل عصام بالغيث، بأنه هناك منادى للمبعوث الأممي الجديد لليمن السيد هانس جروندبرغ بإلى هذه القضية، قضية الصحفيين، أهمية كبيرة. هل تتوقع أنه يتم الاهتمام بهذه القضية من قبل المبعوث الأممي الجديد؟ سياسيا هناك من تحدث، ولا ننكر ذلك. هناك من نادى بسرعة ووجوب إطلاق الصحفيين والمخفيين قسريا، وإطلاق المعتقلين، وتنفيذ اتفاقية الأسرى التي نعم. أبرمت في عمان. نعم. ولكن الواقع يقول غير ذلك أخي الكريم. ماذا يقول الواقع؟ اليوم لا يريد منا خطاب سياسي كالعادة، المجتمع يريد نتائج، وأسر المختطفين أيضا يريدون نتائج. لا يعول على الأمم المتحدة التي لم تشكل ولم تقم بدور حقيقي. أخي الكريم، الهدف الرئيسي الذي بإمكاننا أن نصل به إلى نتيجة مع هذه الحركة المتمردة الإرهابية هو بالضبط العسكري الدولي، وليس أيضا بضبط دول التحالف. لكن هناك كلب مكيالين، العالم يريد أن تستمر هذه الحرب، العالم يرسل رسائل سلبية وإيجابية في ذات الوقت، تحمل رسائل واضحة بأنهم مع إطالة الحرب وليس مع إنهاء الحرب، بعكس ما تتناول بعض أطروحاتهم. نعم. طيب، اليوم نتعامل مع واقع مرير، مع وضع مأساوي، يجب فيه أن ننظر إلى ما نحن فيه بعين واقعية، وأن نتعامل بمفردات يفهمها الجميع. طيب، في هذا الواقع المرير أستاذ أكرم، التوازن في هذا الواقع المرير، ننتقل من السجن المحصور إلى السجن الأكبر اللي في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. كيف تصف لنا واقع الصحافة والصحفيين حاليا في ظل هذه الميليشيات الحوثية، وأبرز الانتهاكات اللي طالتهم وتطالهم حاليا؟ ويعني هناك من يقول أن البعض من الصحفيين تحت الإقامة الجبرية في
في صنعاء وفي المناطق الأخرى؟ واقع الصحافة عموما في اليمن واقع سيء، وتتعرض الصحفيون وتتعرض الصحافة سواء المقروءة أو المسموعة أو المكتوبة إلى مجموعة من الضغوطات، وقد رصدت عدة تقارير كان آخرها التقرير الذي أشهره المرصد العام للصحافة، وأيضا اتحاد الصحافة الدولي أيضا قام بنشر تقرير تفصيلي حول ما تتعرض له الصحفيين في اليمن. الواقع مزعج جدا. في صنعاء تمثل نسبة الانتهاكات فاق 68%، قامت بإغلاق كافة القنوات المعارضة، قامت بإغلاق وحجب كافة المواقع الإخبارية التي أيضا التي لا تتكيف مع توجه الميليشيات الحوثية، إذاعات، صحف، لا يوجد أحد في نطاق الميليشيات الحوثية يستطيع أن يتحدث بحرية وأن يعبر فيه عن رأيه وأن ينتقد وأن تنقل الصورة الحقيقية للواقع. هذه أمور يدركها الجميع. في أيضا المناطق الأخرى التي لا تخضع لإدارة المؤسسات الشرعية كذلك هناك عملية اختطافات، هناك عملية تحقيقات تعسفية، وهناك إذا تعرض لها الكثير من الصحفيين. نحن اليوم أمام قضية جوهرية وهي قضية حرية حركة، حرية أكل، حرية حديث. هناك حريات مصادرة، حريات مطلقة وليس حريات مقيدة. فلذلك دعنا نركز على جانب الأهم وهو إطلاق سراح الصحفيين الذين امتدت فترة مظلمتهم 6 سنوات دون أن نجد حلول واقعية ومنطقية. أدعو من خلال قناة عدن الفضائية، أدعو لجنة الأسراء الخاصة بالحكومة الشرعية بأن تجعل أولويتها في المرحلة القادمة ولو بصفة فردية إطلاق الصحفيين كافة، خصوصا من أفرج عن زملائهم وهم لا يزالوا حتى اللحظة لستة أعوام تحت قبضة الميليشيات وذلك متاح. أجريت لقاء مع رئيس اللجنة الشيخ هادي هيج وقال بأنه يلون هذه القضية أهمية كبيرة، لكن الميليشيا الحوثية تتعنت في هذا الجانب وتساءل عن يعني لا أمام الفضائية وأمام العالم بأن الحوثيون يريدون مقايضة الصحفيين بقيادات حوثية. هم موافقون على إطلاق سراحهم ولكن المقابل شخصيات قيادية عسكرية لأسرى حوثيين. المقايضة صعبة والمعادلة صعبة، ولكن نحن اليوم أمام 6 سنوات من العناء والمعاناة والظلم والتعذيب والحرمان الذي لاقوه زملاؤنا، وهم يستحقون أن تكون هذه المقايضة ثمنا لحريتهم. نعم، إذن يستحقون أن تكون هذه المقايضة ثمن لحريتهم. الأستاذ أكرم القدمي، المدير العام للعلاقات العامة والتعاون الدولي بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والمختطف السابق لدى الميليشيات الحوثية، شكرا جزيلا لك.